نستهل جولتنا في صحف أمريكا الجنوبية من الأرجنتين مع يومية أمبيتو فينانسيرو التي كتبت أن الرئيس ألبرتو فرنانديز برر إقالة وزير التنمية الإنتاجية ماتياس كولفاس بسبب وجود خلافات سياسية. الصحيفة أوردت أن الوزير قام بتقديم تصريحات غير رسمية شكك في صفقة تمت على المقاس وفازت بها شركة محلية لبناء خط أنابيب غاز بأكثر من مليار دولار. وفي البرازيل قالت يومية كوريو برازيلينسي إن مجلس الشيوخ سيصوت يوم الاثنين المقبل على حزمة من النصوص تهدف إلى خفض أسعار الوقود، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح تسعى الحكومة اليمينية من ورائه إلى تغيير مسار الانتخابات الرئاسية التي تمنح الأفضلية للرئيس الأسبق لويس إغناسيو لولا دا سيلفا. وفي كولومبيا كتبت يومية التيمبو أنه من خلال وثيقة من 14 صفحة رفعت رئاسة الجمهورية دعوى تأديبية ضد قضاة بالمحكمة العليا الذين أدانوا قبل أيام إيفان دوكي بتهمة الازدراء وأمروا بإقامته الجبرية لمدة 5 أيام لتجاهل قرار المحكمة. وقالت الرئاسة إن القوانين تحدد الوظائف والصلاحيات التي تتمتع بها المحاكم في المسائل الجنائية عندما يتعلق الأمر برئيس الجمهورية. ونختم جولتنا من البيرو مع صحيفة كوريو التي قالت إن لجنة برلمانية وافقت على اقتراح يروم إعادة العمل بنظام الغرفتين في البلاد، أي مجلس الشيوخ ومجلس النواب،